عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. في شخص عن خلفته اربع بنات يا شيخ. اربع بنات. اي نعم. وبعد ما عندوش اولاد. وبعد واحده. وبعد زوج واحدة، واحدة اتجوزت الحمد لله، والثلاثة الثانيين لسه الله يسهل لهم. وبعد وبتخلي لهم فلوس الجواز حسن. وبعد فعايز يشتري مثلا بيت يكتبوا باسمهم او شقة يكتبوا باسمهم يبيعوها وقت جهازهم يجهزوا بيها، هل يجوز؟ عفوا، انا ذكرت لعند قولك مجهز لهم جوازاتهم. وبعدين ايوه بعد ذلك عايز يشتري بالفلوس اللي عايز يشتري بالفلوس بتاعت الجهاز ايوه شقه او اي شيء باسمهم يضمن لهم ان هم يعني لو حصل له حاجه توفى او شيء يبقى جهازهم موجود يبيعوا الشقه ويجهزوا. هل سيفعل ذلك الان او بعد الموت؟ لا هيفعل ذلك الان. يعني الآن أي خصص هذا المال، يقول هذا المال لسعاد وهذا المال لسعدية وهذا المال لسميعة مثلا، خلاص كل واحدة عارفة فلوسها. أيوة لا بأس بذلك، مش عدل بين الجميع؟ أيوة بس كده ليه أخوة. هو الآن هل هو يقصد التحايل على الشريعة لحرمان إخوانه؟ لا، ولا واحد بيزوج بناته؟ ايوه هو مثلا ليه بيت ثاني مثلا شركه مع اخواته سايبه. يا حبيبي انا هقول لك الان، انا مش بقول لك اكتب الان، رجل الان معه مال او يريد ان يبيع عقار حتى يزوج البنات، قال يا بنتي انت هذه 100,000 لك لزواجك، وانت يا بنت هذه 100,000 لزواجك، اذا انا مت او حييت هذا قسم زواجك. بهذه الطريقه ما عليه شيء، لكن اذا كان يقصد أن يكتب كل التركة بهذه الطريقة لحرمان إخوانه الذكور لا يعني. مش هكتب. خلاص كفاية عليك وعليا. الله يرضى عليك.